مدمن قناة ترو لايف، عايز تسافر ومش قادر. سلسلة حلقاتنا بتستكمل النهاردة بالتوظيف والشغل في أوكرانيا، بس في مجال معين النهاردة بستهدفه. إن أنت خلاص، نفترض إن أنت وصلت أوكرانيا وقادر تشتغل أو بتدور على شغل، فأنا هقولك تدور على الوظائف عاملة إزاي، أو شغل نوعه إيه، في شركات اسمها إيه، بتوظف وظائف نوعها إيه أو اسمها إيه، وبكام. وده السؤال الأهم، تابعوني. طبعا ناس كتير أول ما بيفكروا في شغل الاي تي ممكن يقولك شركات السيرفيس بروفايدر بتاعت الموبايل فونز، اللي هي زي كيفستار مثلا، زي فودافون ممكن، وده ممكن بيديك سالري لو قدرت ان انت تشتغل هناك في اي وظيفة في اي مجال، كديسكتوب ادمنستريتر، كلان ادمنستريتر، زي مثلا هيلب ديسك سبيشاليست. كل الوظائف دي ممكن تشتغلها، والروسي بتاعك ممكن او اللغة الاوكرانية بتاعتك ممكن تبقى ضعيفة، بس ممكن تشتغل الوظائف دي. لو قدرت تخش الشركة دي في اي وظيفة ده مكسب ليك، وهتطور نفسك مع الوقت، بس ما تقبلش بمرتب اقل من 24 ل 26 الف جريفنا اوكرانية. خلي بالك الموضوع اللي بتكلم فيه ده مهم جدا. السالري اللي بقولك عليها دي منضبطة جدا، لو اشتغلت بأقل من كده هتفضل قليل على طول، لازم ما تقلش عن 24 ألف جريفن. تابعوني هقول لكم بقية الوظائف وبقية الشركات. في شركتين مؤخرا بقوا بيطلبوا وظائف كتيرة في الجافا ديفيلوبرز. انت ممكن تخش كجافا ديفيلوبر في شركتين سمعت عنهم مؤخرا انهم بيطلبوا مثلا الوظائف دي، اللي هي شركة انو وير وشركة ويبي لاب. ويبي لاب، الشركتين دول طالبين ديفلوبرز كتيرة في السي شارب والجافا. في ناس برضو ايه بتحب تشتغل في المجال البنكي، لان عندهم خلفية في العمل في البنوك مثلا في البلد اللي هو كان فيها، سواء في المغرب، الجزائر، تونس، السعودية، ايا كانت البلد، او مصر. في بنك برضو بيطلب وظائف في مجال الاي تي باستمرار، ما بيتوقفش، اللي هو راين فايزن بنك. راين فايزن بنك ده اللي هو هتشوفوه اللوجو بتاعه اصفر، وفي زي حاجه كده مفتاح انجليزي اسود، يعني مشهور هناك. لما تروح هناك اكيد هتلاقي الاعلانات بتاعته، سواء في الجورنال سواء على الموقع اللي قلت لكم عليه قبل كده، الابليكيشن اللي على الموبايل بتاعت ورك نقطه واع. ناس تسالني طب انا هشتغل ايه في البنك او في البنوك عموما؟ ممكن تشتغل سيستم ادمنستريتور، ممكن سيستم اناليست، سيستم اناليست او سيستم اركيتكتور، او تيستنج انجينير. دي وظيفه بيستخدموها كتير لما يبقى في ابلكيشن معينه لليوزر بتاع البنك او العميل بتاع البنك، فانت كمهندس خبير في التستنج بتختبر البرنامج وبتطلع الديفولتس بتاعته والايرورز والمشاكل اللي فيه، وبتعمل بيه ريبورتنج وبتريبورته لمديرك. في بعض الوظائف لو انت ما قدرتش تخش في وظيفة مرتبها عالي، بنتكلم في 24 ألف للسيستم ادمنستريتور، 24 ألف جريفنا. في وظائف تانية بتبقى اقل شوية، ممكن تشتغل سي شارب ديفيلوبر او هيلب ديسك او ايا كان، في شركات مثلا ايه زي تمبلت مونستر، ووظيفة تانية في بيرفكتوم سي ار ام. دول بيعملوا يعني بيقدموا خدمة السي ار ام او الحلول بتاع السي ار ام. المرتبات فيها ممكن تكون من بتكلم من حوالي 13 14 ألف جنيه لحد 20 ألف جنيه. ده حاجات اللي نخش في القليل شوية أو تحت المتوسط. لو أنت ليك في البيج داتا والبي أي وعموما في هذا القطاع من العمل، أنت بتتكلم كده في وظيفة فوق ال 32 ألف جنيه، لان معروف ان حتى في مصر، حتى في السعوديه، في اي بلد بتروح تشتغل فيها، الوظيفه دي بيبقى شغلها بروفيشنال قوي، فيها اركتكتشر وفيها ديزاين وفيها دماغ عاليه، فبيقدروها كويس. فبتكلم من 32 33 الف جريفن، بتوصل ل 50 و60 زي ما انت عايز. ناس بتسالني على برضو السي اي او سبيشاليست او سي او بروفيشنالز، دول بيبدأ مرتباتهم زي السيستم ادمنستريتور حوالي 25 ألف جريفنا، وانت طالع بتوصل ل 40 ألف جريفنا حسب الشركة وحسب حجم شغلها. في ابليكيشن موجودة في روسيا واوكرانيا اسمها 1C،
بالانجليزي يعني 1 سي او ادين اس. الابلكيشن دي بتعمل حلول كتيره وبتخش في الـ كل المجالات التجاريه، بتلاقيها في فنادق، بتلاقيها في سوبر ماركتات، ابلكيشن للمحاسبه وخدمات كتيره بيقدمها برنامج واحد اللي هو الوان سي او الادين اس. الحاجات دي لو انت ادركت واهميه هذا البرنامج هتشتغل او هيبقى عندك فرصه تشتغل في اماكن كتيره جدا، بتبقى اضافه ليك جنب الخبره اللي انت عارفها في مجال لينكس او في مجال مايكروسوفت. في مجال مايكروسوفت الويندوز انت كسيستم ادمنستريتور قلت قبل كده بتتكلم 24 25 الف جريفنا، لو انت لينكس بتتكلم من 28 الف جريفنا نقله تانيه خالص. لما اقول الحد الادنى 28 الف جريفنا او 24 الف جريفنا او 23 الف جريفنا معناها ان انت ممكن تاخد اكتر، انك ممكن تخش في 30 و34 و35 و40. المهم نبدا بكام، البدايه دايما هي اللي انا بقولها، انت توصل لكام ده كفاءتك وشطارتك بعد كده في الشغل والبونص اللي انت بتحصل عليه. في شركات ديفلوبرز كتيره، منها مثلا شركه اونسيو، في شركه ايدسون يوكرين، في شركه ايديال سولوشنز. كل الشركات دي تعتبر يعني فيها سبان او رينج كبير، انت ممكن تشتغل ديفلوبر مثلا ويدوك 20000 جريفنا لانك مثلا ما بتشتغلش فول تايم. خلي بالك ممكن تشتغل بارت تايم 4 ايام في الاسبوع، ممكن تشتغل فول تايم وتلاقي نفسك تاخد 35 36 حسب البوزيشن، حسب البروجكت اللي بتشتغل عليه، حسب الكلاينت بتاعك. حاجات كتيره هتعرفها اما تخش جوه الشركه. بالنسبه للدوت نت ديفلوبرز برضو ليهم فرص كتيره في اوكرانيا بنفس الشكل. انا بتكلم كل الوظائف دي على فكره، والشركات دي الهيد كورتر بتاعها متواجد في كييف في العاصمه. في مثلا شركه اجنيت او اجنيتا، انا مش فاكر هي اجنايت او اجنيت حاجه كده، هو اسم انجليزي. اجنيت يوكرين دي مرتباتها تعتبر كويسه للدوت نت ديفلوبرز، بياخدوا حوالي بيبدا من حوالي 27 28 الف جريفنا، ده البدايه او الستارت. ممكن يستخدموك في بعض الوظائف ككاستمر سبورت ان انجلش، بيستخدموا الانجليزي بتاعك فده بيبقى اضافه. ممكن مرتب الموظف الاوكراني العادي بياخد 24000، انت تاخد 28000 او 29000 عشان معاك لغه انجليزيه. لو بتعرف لينكس ويونكس انا قلت لك قبل كده مرتبك بيبقى عالي، ممكن تشتغل في شركه زي سبورت يور اب او شركه اسمها يو كنترول. الشركتين دول بيفضلوا الناس اللي معاها خلفيه في لينكس يونكس وفي الديفلوبمنت كمان. بالنسبه للناس البروجرامر او البروجراميست للاي اس بي او الدوت نت او السي شارب، بكمل برضو ان في فرص دايما في شركات مختلفه، منهم شركه اكستند تكنولوجيز. الشركه دي اللي اعرفه بتدي مرتبات كويسه، بس هي مشكلتها ان انت الستارت بتاعك بيبقى ضعيف جدا، بس بيزودوك على مر السنين، بعد سنتين ثلاثه بتبقى الضعف يمكن، ممكن تبدا ب 20000 جريفنا حاجه زي كده، فما تزعلش الشركه كبيره وواعده. احب اختم كلامي ان سعر الصرف بتاع الجريفنا الاوكرانيه دلوقتي 23 جريفنا لكل 1 دولار، كل دولار بيحول 23 جريفنا، يعني 23000 جريفنا يعني 1000 دولار. انهي بلد بتديك 1000 دولار؟ في الدول العربيه بتاعتنا بلايف ستايل موجود زي اوكرانيا. احب اعرفك ان في نفس الوظائف دي موجوده في المانيا بتاخد حوالي 2000 2200 يورو صافي. المبالغ اللي بكلمك عليها دي ممكن تبقى صافي تاخدها كامله في جيبك، واحيانا في بعض الشركات اللي هي النص نص وانت نازل بيقول لك السالري مثلا 20000 جنيه 18000 جنيه، ضايع منهم جزء ضرايب، فانت بتاخد 15 او 14 حسب الضرايب والحسابات والتامين بتاعك نظامه ايه. فانت اهم حاجه تبقى عارف الجروس سالري والنت سالري، قول لهم انا عايز النت سالري 24000 25000، تتكلم في 1000 دولار في المجالات اللي انا اتكلمت فيها كلها، باستثناء اذا كنت هتبدا في شركات صغيره. كل الكلام اللي انا قلته ده ممكن يبقى ليه قيمة كبيرة جدا عندك لو انت تابعت الفيديو لاخره، ممكن ما يبقالوش اي قيمة لو انت ما كملتش الفيديو. بجتهد معاك علشان توصل لمكان احسن من اللي انت فيه، عشان تلاقي عيشة طيبة ومحترمة في المكان اللي انت قررت تسافر وتهاجر ليه. فانا بطلب منك لو سمحت الفيديو ده لو فادك ما تبخلش بيه على زمايلك واصحابك والناس اللي في سنك، تشيره وتوريه لهم. ولو انت مستمتع
الاخبار والمعلومات اللي انا بديها لك، اشترك في القناة وحاول تشيره زي ما قلت لك مع الاخرين، وحطهم على الاشتراك علشان يستفيدوا زيك بالظبط وتعم الفائدة. في حفظ الله، السلام عليكم.